السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، وموعدنا اليوم مع درس من دروس القراءة بعنوان يوم لا ينسى. وهذا الدرس امتداد لدرس زيارة ومفاجأة. تقول مريم: لم أحكي لزملائي شيئا عن فاطمة وقررت أن أنتظر ما سيحدث. في منتصف الأسبوع التالي دخلت المعلمة كاميليا إلى الفصل وقالت: يسعدني أن أخبركم أن زميلتكم فاطمة ستأتي بعد غد في صحبة والدتها إلى المدرسة. أنتم لا تعرفون أنها مريضة ومقيمة منذ فترة بأحد المستشفيات، وقد اتصل بي الطبيب المعالج وتم ترتيب كل شيء لهذه الزيارة، فماذا يمكن أن نفعل لها؟ معاني المفردات: سيحدث، سيقع، التالي، القادم، وعكسها السابق. أخبركم، أعلمكم، ستأتي، ستحضر، عكسها ستذهب. صحبة، رفقة، ترتيب، تحضير. سؤال: بما أخبرت المعلمة التلاميذ؟ الإجابة: أن زميلتكم فاطمة ستأتي بعد غد في صحبة والدتها. أنتم لا تعرفون أنها مريضة ومقيمة منذ فترة بأحد المستشفيات، وقد اتصل بي الطبيب المعالج وتم ترتيب كل شيء لهذه الزيارة. قال سامح فرحا: سوف نكون جميعا في استقبالها ويمكننا أن نزين الفصل بشرائط ملونة. وأضاف أحمد: ويمكننا كذلك أن نكتب لوحة ترحيب بها لتراها وهي تدخل الفصل. وقلت وأنا أشعر بسعادة غامرة: إنها فرصة رائعة لنظهر لها مدى حبنا. أجابت المعلمة: هذه مشاعر طيبة، علينا بتزيين الفصل، لقد أخبرني طبيبها المعالج أن زيارتها لنا سيكون لها أثر بالغ في علاجها. وفي اليوم التالي أصبح الفصل يشبه لوحة جميلة تملأها الألوان الزاهية والشرائط الملونة، كما كتبنا لوحة ترحيب بفاطمة: أهلا بك يا فاطمة في فصلك. واتفقنا مع المعلمة على أمر آخر. معاني المفردات: نزين، نجمل، عكسها نقبح. أضاف، زاد. لوحة، لافتة. ترحيب، حسن استقبال. أشعر، أحس. غامرة، شديدة. مدى، مقدار. مشاعر، أحاسيس. بالغ، عظيم. الزاهية، الجميلة. جاء يوم زيارة فاطمة، وفي بداية الحصة الثانية سمعنا دقة على باب الفصل الذي أخذ ينفتح ببطء شديد، وسرعان ما أطل وجه فاطمة. وفي اللحظة نفسها دويت تصفيق الحار وتعالت صيحات الترحيب معبرة عن سعادتنا برؤيتها، وحدثت مفاجأتان. ننتبه، حدثت مفاجأتان. كانت المفاجأة الرائعة الأولى أن نرى فاطمة وقد ارتدت قبعة بيضاء جميلة للغاية، وكانت المفاجأة الرائعة الثانية أن ترانا فاطمة وقد ارتدينا جميعا قبعات بيضاء مماثلة لقبعتها، فقد كان ذلك ما اتفق عليه الطبيب مع المعلمة. ومن يومها
أصبح اسم فصلنا فصل القبعات البيضاء. إنه حقا يوم لا ينسى. معاني المفردات: دقة، طرقة. دواية التصفيق على صوت التصفيق. ارتدت، لبست. مماثلة، مشابهة. أطل، ظهر. عكسها اختفى. سعادتنا، فرحتنا. للغاية، جدا. وهذا أهم سؤال في هذا الدرس: ما المفاجأتان الرائعتان اللتان حدثتا لاستقبال فاطمة؟ الإجابة: المفاجأة الرائعة الأولى أن نرى فاطمة قد ارتدت قبعة بيضاء جميلة للغاية. المفاجأة الرائعة الثانية أن ترانا فاطمة وقد ارتدينا قبعات بيضاء مماثلة لقبعتها. وبهذا أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي قد انتهينا من شرح هذا الدرس. أرجو من الله دائما النجاح والتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.